حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. ونبدأ من المدى. ميليشيات البصرة تعقد صفقات للتجارة بالمخدرات وتهريب المجرمين. نقرأ في العرب اللندنية: النفط مقابل العلاج، بغداد تزود بيروت بخمسمائة ألف طن من النفط مقابل خدمات طبية. في موقع الحرة: تعزيزات لميليشيات إيران في سوريا وشاحنات خضر من العراق للتمويه. من الخضر في الخليج الإماراتية الأردن: اعتقالات لأسباب أمنية والجيش ينذر الأمير حمزة. وفي العربي الجديد: الأمير حمزة بن الحسين: أنا قيد الإقامة الجبرية ولست طرفا في أي مؤامرة. أما في الاتحاد الإماراتي عنونت ميشيل عون: العقد تتوالد أمام تشكيل الحكومة اللبنانية. نطالع في الشرق الأوسط: فرنسا تدعو إيران إلى الكف عن أي انتهاك لالتزاماتها النووية الحالية. من هم المغيبون قسرا في العراق؟ من غيبهم ولماذا؟ وتحت أي ذريعة؟ وما مصيرهم؟ وهل هناك أمل بعودتهم؟ كل هذه الأسئلة طرحها مكي نزال، الذي أكد في صحيفة الميثاق الوطني أن هذه أسئلة كثيرة وخطيرة، ومعها أسئلة أخرى لا بد من طرحها، وهناك أيضا أجوبة لا بد من توثيقها، ونداءات استغاثة من الضرورة أن تطلق لإنقاذ من بقي على قيد الحياة من المغيبين وممن سوف يغيبون. فالتغييب مستمر وكأنه سياق رسمي روتيني. العراق، كل العراق بأرضه وسمائه ومائه ونخيله ونفطه ورافديه وموانئه ومدنه ومنها عاصمته، مغيب قسرا تحت نير أكثر من احتلال، وهو بلد لم يبق منه إلا اسمه العظيم وتاريخه المشرق ودماء شهداء حريته، بلد لا صوت له في المحافل الدولية والإقليمية والقومية، بل لا صوت له حتى ضمن حدوده، فلقد علت أصوات المحتلين وأذنابهم لتسكت صوته الأصيل المدوي في معارك الشرف والمغرد في حدائق السلام وأعراس الحضارة والبناء. وأبناء العراق اقتادتهم مجنزرات الأمريكان إلى المجهول، ثم أسلمت من تبقى منهم إلى ميليشيات لا تعرف معنى للعدالة، تنتزع أعضاءهم لتتاجر بها، كما تنتزع اعترافاتهم بالتعذيب وتتذرع بوشايات المخبرين السريين الذين يقسمون الأيمان المغلظة زوراً وبهتاناً. هذه الميليشيات ومعظمها رسمية وبزي رسمي، استمرت بتنفيذ نهج الاحتلال حتى صارت جرائمها أبشع من جرائمه، فارتفع عدد من أسموه بالجثث مجهولة الهوية، وهي تسمية باطلة، فالقتلى معروفون، ومن يتبقى منهم على قيد الحياة يقتادون إلى سجون سرية وأخرى علنية، والحكم لقضاة قانونهم أعوج وحكمهم أهوج، وشرطتهم فاسدون وسجونهم مسالخ. أضاف الكاتب أن التغيب القسري جريمة خطيرة تدينها الأديان والأعراف والقوانين إلا في العراق، فهي مسكوت عنها لأن منفذيها محميون وهم خارج المساءلة، ومن يحمونهم دول ومنظمات دولية تثرثر بحقوق الإنسان، فضلاً عن من يسمون حكام العراق، يسمون حكام العراق ورئاساته وقضائه السقيم. نشر موقع ميدل ستايل البريطاني تقريراً عن الاغتيالات التي تستهدف الناشطين في العراق، وأكد الموقع أن أعمال الاغتيال بدوافع سياسية وجنائية
لا تزال تمثل الخطر الأكبر، مؤكدا أن حملة الاغتيالات على الناشطين والمتظاهرين ظاهرها عشائري وباطنها سياسي. الموقع يرى أن حادثة مقتل والد الناشط علي جاسب حطاب في محافظة ميسان تعد نموذجا لعمليات الاغتيال البشعة، مشيرا إلى أنه بعد أقل من ساعة من ذلك الحادث أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على القاتل، مبينة أن الجريمة كانت ناجمة عن نزاع عشائري. وأضاف الموقع البريطاني أن تصريحات رسمية وأشرطة فيديو لاعترافات من قبل القاتل كانت واضحة، أي أنها جريمة غير سياسية وهي مجرد نزاع عائلي. ولكن حقيقة النزاع بالضبط لم يتم توضيحها ولا حتى مبرر حمل القاتل للمسدس. ويشير الموقع إلى أن كثيرين في محافظة ميسان بشكل خاص والعراق بشكل عام، فإن هناك رواية مختلفة، فوالد الناشط علي جاسب كان ضحية وباء الاغتيال، وكبقية حالات الاغتيالات الأخرى فإن قضيته ستبقى محل تساؤل رغم دوافع الجريمة التي أعلن عنها. وذكر الموقع أن اغتيال جاسب حطاب والطريقة التي تم التعامل بها من قبل السلطات تسلط الضوء على توجه متزايد نحو اعتبار حوادث قتل شخصية وأخرى تحمل طابعاً سياسياً على نحو كبير، على أنها تعزى لنزاعات عشائرية، وغالباً ما يكون الضحايا ناشطون أو صحفيون أو محتجون. وأضاف الموقع البريطاني أن تظاهرات تشرين في العراق تكبدت بخسارة العشرات من أبرز قادتها من الناشطين بين قتيل وجريح واعتقال أو خطف أو هروب خارج العراق. نشرت صحيفة القدس العربي أنه بالتزامن مع لقاءات واتصالات تجريها حكومة الكاظمي مع السعودية ومصر والأردن، يدور صراع شرس في العراق بين جناحين، أحدهما يسعى إلى الانفتاح على المحيط العربي لضرورة محلية، والآخر في الاتجاه المعاكس يسعى إلى وضع العراقيل والمعوقات في هذا الطريق من أجل عزل البلد ودفعه نحو الشرق. بالتزامن مع زيارة الكاظمي إلى السعودية، عقد وزراء خارجية العراق ومصر والأردن لقاء في بغداد للتمهيد لقمة جديدة بين رؤساء الدول الثلاث في العاصمة العراقية التي تأجل انعقادها بسبب انشغال الحكومة المصرية بحادثتي إغلاق قناة السويس بسفينة جانحة وتصادم قطارات هناك. وفي الاتجاه المعاكس لتحرك حكومة الكاظمي نحو المحيط العربي، كانت هناك قوى سياسية وفصائل ولائية ترفض هذا التوجه وتهاجمه باستمرار، حيث شنت قيادات شيعية عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حملة منظمة ضد زيارة الكاظمي إلى السعودية واجتماعات التعاون الثلاثي ادعت فيها عدم استفادة العراق من العلاقات العربية، مع إبراز نظرية المؤامرة مثل ادعاء استخدام أنبوب النفط بين الدول الثلاث لنقل النفط إلى إسرائيل. والملاحظ أن مساعي عزل العراق عن محيطه لم تقتصر على البلدان العربية، بل امتدت إلى محاولات تخريب العلاقة العراقية التركية، حيث هددت فصائل ولائية تركيا بأنها ستحارب القوات التركية التي تدخل إلى بعض مناطق شمال العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الموجودين في الأراضي العراقية. كما نظمت القوى الشيعية العديد من التظاهرات أمام السفارة التركية ببغداد، واختطفت عمالا أتراكا، وتعرقل إكمال مشاريع تقوم بتنفيذها شركات تركية في العراق. وأضافت الصحيفة أن أي طرف عراقي يسعى نحو التعاون العربي لن تكون مهمته يسيرة ومعبدة بالورود، لأن قضية عزل العراق عن الدول الأخرى والسعي إلى حصره بطرف إقليمي واحد هو هدف استراتيجي ثابت منذ عام 2003، وينفذ عن طريق القوى الولائية السياسية وأذرعها المسلحة.
في شهر حزيران من عام 2018 زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بيروت على رأس وفد اقتصادي كبير يمثل شركات عالمية مهمة منها سيمنز. ولكن هل ستعود ألمانيا الآن إلى بيروت من باب إعادة بناء المرفأ المدمر؟ هذا التساؤل طرحه خير الله في صحيفة العرب اللندنية، وذكر أن بين صيف 2018 وربيع 2021 تغيرا كثيرا في لبنان، ولكن نحو الأسوأ. ما لم يتغير هو عزل الحكومة اللبنانية عن القيام بالإصلاحات الحقيقية، وهي ليست إصلاحات من أي نوع، خصوصا بعدما تبين أن عهد ميشيل عون جبران باسيل الذي بدأ في 31 من تشرين الأول 2016 هو في الواقع عهد حزب الله. لم يخفي حزب الله أن العهد عهده. انتظر قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل لاحقا بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار صدور نتائج انتخابات مجلس النواب اللبناني، ليعلن أن إيران صارت تمتلك أكثرية في هذا المجلس. لا يزال السؤال نفسه مطروحا منذ بدأ عهد حزب الله، هل يستطيع بلد يسيطر عليه لواء في الحرس الثوري الإيراني السماح للقيام بإصلاحات؟ الجواب لا وألف لا. كل ما هو مطلوب إفقار لبنان أكثر وتهجير أكبر عدد من أهله خصوصا من المسيحيين. لهذا السبب وليس لغيره لا وجود لأي أفق ذي ملامح إيجابية للبنان في المدى المنظور. كل ما هناك إمعان في تأكيد أن لبنان موجود تحت السيطرة الإيرانية الكاملة بصفة كونه ورقة في المفاوضات بين طهران وواشنطن في شأن العودة إلى الاتفاق النووي بشروط إيرانية. وأضاف الكاتب أن ما يؤكد ذلك هو سلوك حزب الله في لبنان، فلم يكتفي هذا الحزب بعرقلة تكوين الحكومة مستخدما التيار العوني الذي يتاجر بما يسميه حقوق المسيحيين في لبنان، وإنما ذهب إلى استهداف كل شخصية لبنانية تؤدي دورا فعالا على الصعيد الوطني في مجال كشف الدور التدميري الذي يلعبه سلاح حزب الله. يبدو أن الانتخابات الفلسطينية المقررة في غضون الأسابيع المقبلة ستكون مفصلية لحركة فتح، مع حال التشرذم التي بدأت تطفو إلى السطح بين مكوناتها ومع بروز تيارين أساسيين في الحركة، أحدهما من المنتفعين من السلطة وآخر يرفع شعار تصحيح البوصلة الفتحاوية. وهنا حسام كنفاني رأى في صحيفة العربي الجديد أن الانتخابات ستكون حاسمة في تحديد مصير حركة فتح إذا ما كانت ستبقى حزب سلطة أو تستعيد بعض نفسها الثوري. من المبكر الحكم الآن على مسار الأمور والتي لا يمكن حسم توجهاتها في ظل حال التجيش القائم بين أنصار الحركة والانقسام العمودي والأفقي الذي بدأ بالظهور مع انفضاض مناطق تنظيمية لفتح عن الحركة اعتراضا على لائحتها الانتخابية، وهو ما سينعكس لاحقا على مواقف هذه المناطق في عملية الاقتراع. والأمر لم يبقي في حدود هذه المناطق، بل أضيفت إليه مواقف فردية لكثير من أعضاء حركة فتح سيما في الشبيبة، والذين بدأوا فعلياً العمل على دعم خيار مروان البرغوثي في مواجهة عباس سواء في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية. مثل هذه الانقسامات وهذا التجييش وفي ظل الحالة الفلسطينية في الضفة الغربية خصوصاً قد لا تقف عند حدود الاختلاف السياسي، فمع كل اقتراب من اللحظة الانتخابية ومع توضح صورة توجهات الناخبين ستزيد حالة التوتر بين الأطراف، ويتحول الاختلاف السياسي إلى مواجهة ميدانية قد تكون على شكل اشتباك هنا وآخر هناك. وما يزيد من خطورة هذا التحول هو ترقب تصرفات السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية مع المعارضين لمحمود عباس، خصوصا أن الأخير أظهر
ضيقه بأي صوت لا يعجبه، وهو ما طبقه عند اتخاذ قرار فصل ناصر القدوة من حركة فتح. أضاف الكاتب أن قراءة هذا المخطط أو المشروع سواء فيما يتعلق بوحدة فتح أو بصراعها مع نفسها لم يكن صعبا للقيادات الفلسطينية، وكان بالإمكان تجنبه أو في الأقل تجنب جزء كبير منه، وخصوصا فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه مع انفتاح الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض بخصوص الاتفاق النووي الإيراني وإمكانية تعديله، فما زال تمنع إيران مستمراً، مما يطرح أسئلة بخصوص نيات إيران الحقيقية من خلف تلكؤها من قبول التفاوض. وأضافت الصحيفة أن تعنت إيران سببه رغبتها في رفع العقوبات أولاً أو كسب مزيد من الوقت للوصول إلى سلاح نووي. الصحيفة قالت إن إيران توقفت في الأشهر الأخيرة عن الالتزام بالعديد من البنود الرئيسة في الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 مع القوى العالمية، مما قلص الوقت الذي ستحتاجه لإنتاج سلاح نووي. وأضافت الصحيفة أن إيران اتخذت في كانون الثاني الماضي واحدة من أكبر خطواتها حتى الآن في انتهاك بنود الاتفاق النووي، حيث أعلنت أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء وصلت إلى 20%، متجاوزة بذلك النسبة المقررة في الاتفاق الذي من المفترض أن تعمل طهران بموجبه. وتساءلت الصحيفة عن نية إيران باستمرارها في تخصيب اليورانيوم في ظل نفيها المستمر لوجود أي نية لديها للوصول إلى سلاح نووي. ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 تراكم لدى إيران مخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب يبلغ 2968 كيلوغراما، أي أكثر من 14 ضعف الكمية المسموح بها بموجب الاتفاق النووي. وتشير الصحيفة إلى أن الخبراء يختلفون بخصوص الزمن المتبقي لوصول إيران إلى السلاح النووي، ويقدر مسؤولون غربيون أن إيران ربما تحتاج من 2 إلى 3 لإنتاج رأس نووي على افتراض عدم وجود أي تدخل خارجي قد يؤثر على العملية. أضافت وول ستريت جورنال أن السؤال الذي لا يعلم أحد إجابته حتى الآن هو مدى إتقان إيران في تركيب رأس نووي على صاروخ، فقد أظهر الاختراق الصهيوني للأرشيف النووي الإيراني في عام 2018 أظهر أن إيران احتفظت بكثير من خبرتها في مجال الأسلحة النووية من برنامج أسلحتها السابق. في مشهد مهيب وعلى أنغام موسيقى عسكرية، شهد الملايين حول العالم الموكب الملكي للمومياوات الفرعونية يشق شوارع القاهرة من ميدان التحرير، حيث استقرت لأكثر من قرن إلى مقرها الجديد في المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط التاريخية. وبهرت المومياوات محمولة على 22 عربة ملكية بالطابع الفرعوني مع كتابة أسمائها بالكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة وكذلك باللغة العربية. وبدأ الموكب الملكي بإطلاق المدفعية المصرية 21 إطلاقة من أمام المتحف المصري، وانطلق الموكب في شوارع القاهرة ودار حول ميدان التحرير، ثم توجه بعدها إلى ميدان سيمون بوليفار متخذا طريقه إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، هي أولى العواصم الإسلامية لمصر. وبمناسبة هذا الحدث الكبير تزين برج القاهرة برموز فرعونية تزامنا مع رحلة الموكب بشوارع القاهرة التي قطع فيها 7 كيلومترات في غضون 40 دقيقة وصولا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.
أبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام ينتهي حظ صدى الأقلام من الرافدين. غدا بإذن الله تعالى جولة صحفية جديدة. إلى اللقاء.